وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني ذاك يا ربي سبحانه يقصد القرآن الكريم، هذا كتاب أنزلناه مبارك إفكاس ربي القيمة إفكاس ربي الفركة مصدق الذي بين يديه، معنى يوكذد ذا شد يوسان ذي ثكتافين ثي مزورة، أما ذي التوراة أما ذي الإنجيل، ولتنذر أم القرى ومن حولها، باش تفكض النذر النذير أم القرى يقصد ربي سيس مكة المكرمة ومن حولها، يعني الكرة الأرضية كاملة. القرآن نور الله الذي يضيء جميع أرض الله، القرآن ذي النور سيدي ربي أرى يضوين فخلق مرة، أرى يضوين القاعة سيدي ربي مرة، أم القرى ذي مكة ومن حولها، يعني يك في مراثية أكر الكرة الأرضية. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، أي غادي ربي سبحانه وتعالى إفغاديني ويقاد يتسامن نس الآخر بيوم الحشر والنشر، هذا ننسى القرآن الكريم أخاطر وين يوم ننسى الآخرة، نظرنا دياس يوم الحساب وسني إلى نعد للحساب ليوم الحساب جوابا وللسؤال جوابا وللجواب صوابا، مادام نمنس الآخر أنا منس القرآن الكريم ويقاذو نمنا راس الآخر أشي ما كانش منها ويقاذاقي بلك تصي سنريك فرص القرآن الكريم. لذلك ربي سبحانه ربط بينهما، الإيمان بالآخرة يستلزم الإيمان بالقرآن الكريم، إن والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ويقاذ يؤمن سلاخر آذمن باللي القرآن الكريم ذي الوحي ديوسان رسيدي ربي، وهم على صلاتهم يحافظون، وهم على صلاتهم يحافظون، ذاك ربي سبحانه يهضر في الظليث إنه شو قال ذاك يتحافظ في الظليث، أي غير ديف ذر في الظليث وديف ذراع النظام، خصها بالذكر لأنها أشرف العبادات، ربي في ذر في الظليث ذي لياقي خطرت العبادة شرفة طاس، تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة، ما شام رمضان أقول ذك سقواس، ما شام الزكاة مرة ذك سقواس، الحج مرة ذي العمر، ربي في ذر في الظليث أخطر خمسة ثكال خمسة فرذان يريضك ذواس يشرفيت ربي بالذكر.